ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من لندن الكاتب السياسي السيد مازن التميمي. مرحبا بك استاذ مازن. بدايه، مركز ابحاث النزاعات في لندن ذكر ان العراق يعيش سنه خطيره بسبب فساد الاحزاب. بماذا يتمثل هذا الخطر حسب رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناه وللمشاهدين. حياك ما قامت بما يعني هذا التصريح ليس غريبا او جديدا، بانه العمليه السياسيه هي اساسا منذ الاحتلال ولغايه الان هي ولدت من رحم المحتل، وهذا هو منهج المحتل، ان يبقى العراق خارج الاستقرار، ان يبقى العراق في فوضى، ان يحكم العراق الفاسدون، وان يبقى العراق في حاله تشظي. وبالتالي ليس هناك جديد في هذه الانتخابات الجديدة التي حصلت في العراق أو ما أفرزته من قيادات. فبالتالي أنه أساسا العملية السياسية ولدت على أساس طائفي والمحاصصة، والآن تجسد هذا النهج بالنتائج التي ظهرت والتي من خلال البرلمان ما لا تغير. لا يزال رئيس البرلمان يجب أن يكون من حصة السنة، والرئاسة الجمهورية حصة الأكراد، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة. فبالتالي ما جاء به التقرير هو ليس بجديد، الفساد هو ولد منذ لحظة الاحتلال، وأنا أعتقد أنه ما يجري في العراق اليوم من تداعيات هو نتائج لهذا الاحتلال ونتائج لهذه النخب التي جثمت على صدر العراق. وبالتالي أنا أعتقد سوف يكون المشهد الحالي والقادم إذا لم يكن مثل ما كان عليه فسيكون أسوأ، لأنه كل الرموز العملية السياسية المشاركة بالعملية السياسية هي سبب بلاء ودمار هذا البلد، والآن لم يتغير شيء. كل ما هنالك تغيرت المسميات، كانت هناك ربما تدخل باسم أحزاب، الآن الحزب تشظى إلى أحزاب ودخلت بعناوين ومسميات، ولكنهم جميعا نفس الوجوه ونفس الرموز. وبالتالي سيبقى المشهد بهذا الشكل، وسيبقى العراق في نفق مظلم طالما العملية السياسية مستمرة على نفس النهج وعلى نفس وهذا طبعا نتيجة، يعني حتى يفهم جمهورنا وشعبنا انه العملية السياسية لم يكن لديها قرار وطني منذ ولادتها. من يتحكم بالمشهد السياسي هي الإرادة الأمريكية والإيرانية، وأيضا ما حصل بالبرلمان هو نتيجة اتفاق وتوافق أمريكي إيراني. لهذا مركز أبحاث نزعات في لندن أكد أن الحكومة والأحزاب كرست العنف والطائفية، ولكن بعض النواب في البرلمان قالوا أن الحكومة المقبلة لن تختلف عن سابقاتها. هل ستتبع الأحزاب سياسة مغايرة في ظل تصاعد الغضب الشعبي الآن؟ أنا لا أرى أي اختلاف، بالعكس سيستمر نفس العنف ونفس الطائفية وربما بنسخ صاعد أكثر مما كان عليه، لأنه الآن ثبت لهؤلاء الذين هم في العملية السياسية وأصبحوا مرفوضين شعبيا، وبدليل الانتفاضة التي حصلت بالجنوب وحالة الرفض الشعبي سواء بالجنوب أو بالقرات الأوسط أو في المناطق الغربية أكدت وجسدت على قناعة العراقيين لرفض هذه العملية. فبالتالي الحكومة القادمة ستحاول أن تثأر بدل ما أن تصحح مسيرتها، لأنه لا تستطيع أن يعني لا يجوز ولا يستقيم المنطق أن تكون هناك عملية إصلاح تحفظ النظام سياسي فاسد بالمطلق. فلا يمكن فاقد الشيء لا يعطي، يعني من كل من في العملية، يعني إذا حضرتكم متابعين وقناة الرافدين تتابع الأحداث، كلنا نعرف كيف تم اختيار رئيس البرلمان وكيف صارت شراء المنصب وكيف شراء الذمم للنواب، وكم دفع من الملايين من أجل أن يوقعون لاختيار رئيس البرلمان، ومثلها كيف تم عملية الانتخاب. فبالتالي طالما ولد البرلمان بهذا السلوك وبهذا التصرف، فهذا يعزز على أنه الوضع سيستمر مثل ما كان عليه وربما أسوأ، لأن جميعهم من في العملية السياسية لا يمتلكون القرار الوطني، وإنما القرار هو يأتي من الخارج وخصوصا من قاسم سليماني ومن دولة إيران. بذلك تصدر ميليشيات إيران المشهد السياسي في العراق حاليا والعقوبات الأمريكية على إيران، ما تأثير ذلك في الوضع الميداني داخل العراق؟ أنا أعتقد يعني الميليشيات العراقية سيتصاعد دورها في المرحلة القادمة، لأنها تشعر هي مهددة من قبل شعب العراق، مهددة حتى من المجتمع الدولي الذي أصبح يعترف بجرائم هذه الميليشيات. فبالتالي هذه تعتبر مسألة وجود بالنسبة لها، ستتصاعد عملها وعنفها، وبالتالي ستقوم بعمليات
وربما انه ستستخدم اسلوب استخدمته ايضا في عام 2006 عندما فجرت المراقد المقدسه واتهمت المكون السني على انه وراء هذه العمليه حتى تبدا عمليه التصفيات والاغتيالات، وهذا ايضا الان حصل في البصره وغيرها، بدات عمليه الانتقام من المتظاهرين ومن الذين قاموا بهذه التظاهرات. فهذه الميليشيات سوف تستمر بهذا النهج وبهذه العمليه لانها ايران تعتقد انه خلط الاوراق في العراق ربما يشغل الولايات المتحدة الأمريكية ويبعد الخطر عنها، وهذا هو معروف عن إيران أنه تحاول أن تحارب من خلال أدواتها، لكنني أقول هناك تلاقي وتوافق أمريكي إيراني في العراق. أشكرك شكرا جزيلا من لندن، كاتب السياسي مازن التميمي.